معالي الوزير قال هنربطه بالمترو الانفاق، هنربطه بالاطار الكهربائي اللي هيتنقل ان شاء الله باذن الله ناحيه العاشر رمضان العاصمه الاداريه. فكل حتى التاكسي النقل، يبقى يكون عندنا حاجه اسمها اي اف سي ترتبط كلها مع بعض بمنظومه واحده بنسميها بياخد كارت اسمه وان كارد اول باس، يعني كارت لكل الايه؟ لكل الوسائل.